والله هنا المدحوين هم كنا صارينا ورئنا جاي نروح حلمت ما رينا بريوتين وحيد هذا غير أفضل ميسانية السنة كوان دقالها كل لقدها مشاريع هربريت لبا وحيد قال لك مدحوين هم كوا قرا كحدا يا وقيف سجا مدحوين هو وين في الجليا صدق كوباد عد بحنتا كوبك عود الوي كيريه قاعد هذا نكرون وقول إن جهاد وكجدو ذبان هاي جد بورسبان هاي ما عدي سنة يوم بارك الله فرسك سوف فرصة هدي لما تمير هناك كالان ومركو كان ايجا تمير كولا كالو ايجا تمير مرلا تمير مرافرا تمير يلو تمير يسكوكاتا هدوى فرص تتكونوا حاكي يلو فرص يعني لكن سيجيب امين يلو تمير يعني اذا لعبت في كالان ساي ماتشيرو تاكدا ديري وتلدا وريجيا أنا ما أنت هوجان دولة ديو سياسة بدك تسوينا نقول لك هاستم غير أوبتين وحي وحكي سوينا تمر وإسقى فرصة وقروح ديلة وهيبة ديلة وأرد كيلة وشرف ديلة أن لما يهو ذلك يدك عسك إذا هنا وما قريب مجرد يان لإس عرورينين ذلك وحكى صعدة أين الله هاي هي بل إنه قوم مقر وقاري مجرته أنا ما كان عدك دول إنه بريدة إذا بطن ما أنت ذنبنا وشكاوى كبحنا حتى إذا أن أرمها دون إنسان هي شيء سكوجلين إما قص وداري بنا رو حوك بنا هاي وح الله وح ما تي شيء صن لقلون أوجه هدل كي لا يقبل كلمة كل حياة ما تشرو وأنا هين وروح أحمل مكوريكنا إنف ما حد عبنا سيء إنف ماها عدك إنه وحسيس لده ما لدود بان هذا وحنا لا لما يو حتى إنه يسكت صح صح إنه أونو شيء كأنه برينا عبنا عقل من القنص حتى إنه ما لي بود قديم كل تكلم عقل من القنص ورميشن ميسان يعقل بالخبر وقول إذا سديت كل عدبة يلا أوضل والله هنا المدحوين هم كنا صارينا ورئنا جاي نروح حلمت ما رينا بريوتين عينو بريال وضع هذا الله ورياله رنت عن وضع كله هلا إس ورعدان مني عتكاد هاي سمحاتي سطي لكن هو قارمة وكان عتك ديارنا تيوي حداد بري جبروا سال كان توكو شري لادو محاو سير لغو سين واي ده لا يصير مايو وسير كو عتبو ربا كو صباح حديك الله إسكا كه قارو ده بري لغو حلق سير ده لغيل بلا ميسانيت ما كو شقين لسكا كو درتة لكن هذا عتكاد دم بيو وتبي هاي وحني إلى أرني كاد درتة نرد بولنا كون إذا نلا تبان كون إنسان وحني دخلت درتار بيانو أنا وعد بنتوننا برينا بنتوننا كسيحان ماينو وحن بارمنا إنا بدلية طال كي ما إنا كقول منه لكن عتكي إن مدون إنا بلاش إنا قاعد إنا مدون إنا هدا بلاش نقول سوا شيء قاعد لنا لكن واحد يكون ترتار يعني دي كأجر هلا هذا هو بدي هلا ديار جروبه دور شالو ديار جروبه برنا أبو شيء ديال ديار وادوكتي هنا ميسانية دي وجود بيسة صدق سنة ضاد بانو كده قالنا مشاريع بانو دوني هرمر بانو دوني وحقبض بانو دوني أو غيب سبانو دوني وحبا موسى بيحي وانو كويني موسى بيحي وحبا وانو كويني قولا هارو تقنا وحانو دي وادر كيسانو وحبا وانو كويني ان حل بانو فال اذا كنتيبو قو نغضا قرار بيس او سارين صدن كي بشي سقالات وحي ده دير غير او ظل ميسانية ده سنة كاوان ده غالها كو لغا ديغا مشاريع ده ربرينت لابا وحي قالي كمدحوينا كو قرار كو حيدان يا او غيب سيغا مدحوينو هو وين في رجليا صدح كوباد عد بحنتا كوبك عود الوي كيريهين مجال هذا برعاء فقال يا كنت كوباد ويان وما مجال هذا سوكليا بور من واسديت كوباد وحي ندير تاي هاف بين ندير تاي كوبك عود الله دنا وبقول يا كنت مجال هذا برعاء الله مذا وحي هل كان قذب كوان كدر صدق وحن الكوبا عد بحنتا هنا لسيا بانو نيد أو هنا لابيري قرار كي قالوا وصار صار وشرع وي وحي قال كسب حوا وشرع كي مدحوينه دول كويس كدقي مدحوينها هل كان ما أنت تشوقات ثلاثة
dalkii uu baabiyay ummadii waa baabiyay lafihiisa kadeedan isaga maanta dhibtoon oo dhib haysa dalkii waa bixiyay waxa weeyaan gurmad baynu nahay waynu gurmadeynaa codka ugu ma heelinayno musharaxeyno kaliya laakiin qarankeena ugu heelinaa waxa la yiri waxa la kamarna laba dariiq laba option baa la kala doortaa mar saddex baa la kala doortaa marna hal wada uun baa ku furan war wadankan maanta aynu joogna xaqiiqada marka laga hadlo hal wada oo kaliya furan oo lagu badbaadaya halkaa wada ee furani waa in xisbiga wadan loo codeeyo wax kaloo yaala wadankan iyo option kaloo la kala doordooranaya ma jirto marka xaqiiqda laga hadlo de qofkii indhaha iska ridayna isaga u taala beesha war cafaan xukuumaddii hore ee siirayo waxay ku leedahay dhowr iyo labaatan kursi tamuusena afar kursi baa ku leenahay codkii cod leegna waa la bixiyey halkii wax ka qaldamin waxa weeyaan codka markaad bixinayso gudaha buurisi kuma gorgorto ma yaqaano waaynu u baahnay madaxweyne codkiina aad wadani siinaysaana inuu wax idi gooyo annagana kaayagu wax loo gooyo nin walba kiisa wax siisto inaynu gobolka u soo biirino agaasimiyaal badan ee muxuu ahay safiiro badan hay-ado madax bannaano badan war la dhowr iyo toban hay-ado madax bannaan baa jire hal hay-ad haddii aad leedahay dee gobolka waxbay ka qaban karaysa ya maad aragtay hay-adda aafada muxuu mas-uuliyiinka dabiiciga gobolka wax ka qabanaysa ya meel aynan mas-uuliyiin ka jirin baa loo diraa tawadooyinku waa la mid yacni eeg markaad hay-adaha iyo wakaaladaha iyo safiirada iyo janaanada wax ku leedahay hata maanta ciidanka waa laynaga badiyey booliska waa laynaga badiyey marka hadalka waxaan ku soo koobayaa codkeennu ha noqdo cod aynu wax kaga goosano xisbiyada halkaynu isku ognayn codka siinayna soo saaraynaana waa xisbiga badbaadada dal ku jirto waa xisbiga wadani annaguna wadani baan nahay idinkuna wadani baa tihiin inaan wadani la soo baxna waa doonaynaa wadaninuna sidii kulmiyey inuu noqono wax ka goosanana waynu doonaynaa madaxweyne ku-xigeenku waxaynu goosanayna inagu hogaamiyana waan doonaynaa nin baa waxay wuxuu yidhi nin wadaad uu tegey wuxuu yidhi sheekhow findhicurku ma xaaraan baa mise waa xalaal halkuu ka eegayay inuu yidhaahdo waa xalaal ama waa xaaraan jawaab kaluu siiyey wuxuu yidhi findhicilka xuskiisaaba xun buu kulmiye waan yani hallay doorta maanta yacni codkiisa soo qaadisiisaa xun baan leh haddaynu inagu nahay gadabuursi war kulmihii halkuu inaga gaadhsiiyeysa inaga garanayno maanta yacni waxba inagagama tegin baa meel maanta aan nidhaahno oo aan ku tartano qaybina tirahdo kulmiyaha wax la siin cod siinaynaa qaybnaha tiraha wadani de ma joognaba wax xaaraam weligay aniga olola badan bay igu socda hargeysaa laga yidho waxa la yidhi shaqaalaa tahay haddaad socoto mushaarkaa lagaa jaray haddaad kulmiyo raaci weydo haddaad iminka goynayso weliga kulmiya wadani baan hara sababto ah dee afar bilood baaba kuu haray afarta bilood iskaba qaadaan kun waxaa jarant arinta ka dambaysa waad ka tegaysaa meesha gaajada nin kare oon ogolayn guhaadoo ka gadooda baanahay gadabuursi baanahay waan caddaysanayaa maanta abaal ruuxa ii gala kama gada libtiisa waxaan ahay nin gudi kara rag waxaanu iga geyn ku gadaada ma aqaan weligayna gabaltaye sidiisii hadba geeso carark iyo kama hela gadaafada weligayna gaashaan lagu soo gabaday iyo gaadiid qaad ma noqonine fartuu nimay ku godantoo godod leenayaa jira rag baa jira xaggiinay ka socotaaban leh baashu waxa weeyaan madaxweyne ku xukeen annagu haddii aanu ka soo jeedno kolley anugu gadabuursoo dhalin baanu talaa laakiin waxaan ka soo jeedaa madaxyoweynta makaahil baan ka soo jeedaa hamba aniga guul bay ii tahay inaan maanta yacni meel aan ku dhaato oon ka dagaalamaan helo waxaan leeyahay waxaan ku dagaalamaynaa inaan codka madaxyoweynta makaahil hanaano oon midayno oon wadani ku soo shubno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat magacaygu waa dr muzaahi maxamed kusoo dhawaada shifa farmacy halkan waxaan adeegyo ku haynaa farmasi ah oo ku xiran clinica medina medical clinic oo ku yaalo jigjiga mall wadada caanka ah oo lake street adeegyadahayna waxaa ka mid ah delivery aan sameynaa oo xaafadda guriga lagugu geynaa daawada
dadkan awoodin inay farmasiga ay imaadaan aan waxaan sameynaa travel medications dadka safraayo dawooyinkooda oo complete ah vaccination dhakhtarkaaga la shaqeynaynaa insha Allah wixii ma aragtay caafimaadkaaga iyo dawooyinkaaga ku saabsan oo complete ah helaysa convenience ka helaysa halka Shifa Pharmacy waxa kamid ah clinic oo nagu dhagan oo Soomaali ay joogan oo luqadaada ma aragtay aad wax walba ku helaysid oo nextna pharmacy ku dhagan oo aad iimaaneysid adona ma aragtay dhaqtarka wali ka dhamaanima daawooyinkaaga lagu sii diyaarin karo marmar waxa dhacdo adoo clinic joogtid daawooyinkaaga inta lagu diyaariyo adona ka dhamaanin dhaqtarka daawooyinkaagina hore u sii qaadatid hadda lacala ka tagtid deliveryga san leenahay marka kusoo dhawaada Shifa Pharmacy.